تصف فرق الدفاع المدني ما حدث من قصف استهدف منطقة الموصل الجديدة جنوبي الموصل بالكارثة الحقيقية، وتحاول منذ يومين انتشال جثث المدنيين التي اختلطت أشلاؤهم مع أنقاض البيوت المهدمة. نفدوا من مخالب الحرب وجحيم المعارك، لكنهم لم ينفدوا من قدرهم المحتوم. هنا الموصل بأحيائها وأزقتها، هنا حيث آلة الحرب لا تفرق بين مذنب وبريء، الكل في نظرها سواسية. هناك عوائل تحت الأنقاض، يعني عوائل انبادت من 50 نفر وانت صاعد، عوائل وقعت عليها البيوت، ولحد الآن الكلاب تأكل من الجثث مالتهم وما أحد وصل هناك أبدا. ما حدث في منطقة الموصل الجديدة جنوبي المدينة لا يقتصر على وقوع أسقف المنازل فوق ساكنيها، بل كانت كارثة حقيقية حلت على المدنيين الذين يواجهون أهوال الحرب ويدفعون دماء لكسب حرية ربما لن يحصلوا عليها بعد هذه التضحيات. أجيتاني على أهلي أبل بيت، قلت لهم راح أجي وياكم. أنا أبو البيت قال لي باخذ مكان تقعد فيه، فوق 100 نفر فيه البيت. الحادثة كما أدلى بها شهود عيان، سيارة ملغمة يقودها عنصر من داعش حاول استهداف القوات العراقية بين الشوارع الضيقة. لاحقها صاروخ من التحالف الدولي تمكن من تدميرها وتدمير زقاق سكني بأكمله. كانت القوات الأمنية تتفتح طيران جوي وضرب عناصر من داعش، ضرب بيتين، ثالث بيت وقع أثر صاروخ، يعني ما الطيار ما الدولي. فرق الدفاع المدني أعلنت أنها انتشلت 136 جثة من بين كومة الركام، نساء وأطفال ومسنون ظنوا أن الاحتماء تحت أسقف السراديب سيقيهم من خطر القصف، لكنها نكثت بهم كما فعل السياسيون من قبل، وأصبحوا على يقين كامل بأن لا أحد يسلم على حياته حتى بعد استعادة المناطق. كارثة كبيرة جدا، يعني حتى أن نقول عنها كارثة. منطقة موصل الجديدة اللي هي خلف مستشفى الرحمة، في بداية موصل الجديدة. على الرغم من جهود فرق الدفاع المدني في انتشال أكبر عدد من جثث ضحايا منطقة الموصل الجديدة، فإن التقديرات تشير إلى احتمالية ارتفاع حصيلة القتلى تحت الركام.